كانوا تقريبا تبيع في هذا المحل، تبيع الشربه تقريبا شي 80 عام 80 عام. احنا مع فتره الحراره تقريبا نقدروا نحلوا في شهر 3 في شهر 4 وتنبقاو مستمرين في العمل تقريبا حتى الاجواء البارده شهر 11 ولا شهر 12 على حسب الجو. ديال اي واحد ولد اسفي ولا من غير اسفي كيجي كيدوز من شارع من باب الشعبه راه كيجي عند كويتا ياخذ الشربه ديالو. علاش؟ لان كاين واحد المذاق خاص ما تلقاش شي قنت اخر، وهاد البلاصه مشهوره كلشي اللي كيعرف كيعرف كاين هنا مول الشربه سميتها الشربه ديال كويتا ديال الزياره. هاد الشربه مولفينا حنا منذ الطفوله من اوائل السبعينات حنا كنجيو هنايا، والشربة سبحان الله فريدة من نوعها. هذا الشيء تعرفوا الناس قدام بزاف والاجيال اللي كاينين هنا وكاين اللي كانوا عايشين في اسفي واللي راحوا من اسفي باقي تيتفكروا الذكريات تاعهم وتيجيبوا الاطفال تاعهم، ومن بعد الاطفال تاعهم تبارك الله راه كبروا وعارف الحياة تستمر وجابوا تهم الأبناء تاعهم. لوغو فيها الدوق ديال فيتامين سي، فيها الليمون وكوكاكولا. الشربة خويا انت تتكون من الليمون والحامض وفيها نكهة تاع البنان، نكهة تاع البنان. كيفاش اللون كيتحول للأسود؟ اللون تيتحول للأسود لأن النكهة تاع البنان مع الطريقة تاع الاستعمال والطريقة كيفية تاع التصاوب تاعها تعطي هذاك اللون تاعها. هذه زوينة بزاف اللي كنجيو لها حنا من كازا، وما عرفت شنو هما المقادير، واخا نعياو نصايبوها ما كتجيش بحال هكا. ما كتعجبني والثمن ديالها اقتصادي مزيان. تقريبا بحكم 20 عام تقريبا تنعرف تنعرف المكونات. ما فكرتيش انا كنعزل المحل ديالك ملي عرفتي السر دابا ديال انا اخويا شنو نكذب عليك، انا هذا الانسان تنشتغل منه 20 سنه ولا مهلي فيا ومخلي هذا ومهلي فيا بزاف.